Şunadır, şunadır, şunadır. ولوقته عاد يبصر وراح يتبع يسوع في الطريق. إخوتي الأحبة، الله معكم. من أكبر الظلمات يلي منختبرهم بحياتنا، بحياة الإيمان، هي الظلمة يلي منعيشها بس نكون واقفين على مفترق طرق، مطرح ما بيكون علينا ناخد قرار، نتبع خيار. هوني منختبر قديش نحنا بحاجة لنور الرب يسوع لحتى يكون هو طريقنا. بهالأحد، أحد الأعمى، حلو إنه كل واحد منا يرجع يقشع قديش هو بحاجة يشوف مع يسوع إنه هو يسوع هو الطريق الحقيقي. كرمال هيك، مع الأعمى يلي جالس على قارعة الطريق، نحنا كمان يلي بكتير قرارات بحياتنا عايشين على الهامش، منقول اليوم ليسوع: يا رب نريد أن نبصر، بدنا نشوفك، بدنا نشوف معك النور الحقيقي، طريق الحياة. خي المؤمن، تشجع، يسوع عم بيدعيك. شو ناطر؟ من قمة النور ضاء، فدينا النور جلا أرض حتى يجلو عنها الديجور. اللاهوت بالآيات العظمى أظهر، أحنا ناس قالوا هذا مولى الأكبر. من أحشاء الأم أعمى افتر للنور من لم يعرف منذ الخلق ما لون النور. جاء المعطي للإنسان في البدء النور، يا ما أحلى عين الأعمى تشتف النور.